السلام عليكم. رغم الكوارث اللي عايشين فيها التوانسة وظنك العيش وفقدان كل شيء، ما زالت المسرحية اللي لهوا بها في الناس ما زالت متواصلة. اليوم في الأخبار بدري شوية، الأخبار متاع القناة القيسية الأولى عاملة مسرحية، يكملوا في نفس المسرحية المهزلة للضحك. قاعدك وأشرف على مجلس الوزراء وقاعدين وياخذوا في دينوت، يخافوا وقلت يخسر لي شي، يلقاني مانيش نكتب في الدرر اللي طايحه من فمه. تهدر فارغ يا راجل، وشنو هو الموضوع بربي؟ تتصوروا شنو هو الموضوع؟ قالوا له مش نبحثوا يا جماعه في مرسوم هاني قاعد انا نصدر فيه حول العلاقه بين مجلس الجهات والاقاليم وبين مجلس النواب. هو ما خممش وقت اللي جاي يعمل في المنصب ذاك شنو هي العلاقة، وش بهذا ما يتأثرش هذا، وثم العلاقة بين المجلس هذا نتاع الأقاليم ولا شنو والجهات وبين البلديات، ما خممش فيها. هو يعمل هكاكا ومرة وتوا وحل في الدقيقة تقريبا دقيقة 90 قبل ما يصفر الحكم وتوفه المباراة المهزلة، المباراة متاعنا معناها الكبيرة متاع الانتخابات الرئاسية وكذا، وهو ما عادش رئيس، هو مترشح من جملة ثلاثة مترشحين، واحد منهم دكوه في الحبس، والآخر المغزاوي من الأولى يسردك شوية وبعد اشتت على روحه يقول آه رسول الله عندي وليدات، والآخر دكوه في الحبس على خاطر شعره اللي فما ناس باش تمشي وربما تصوت له هذاك العياشي الزمال. ولذا قعد من حبس الحبس والتو نظن في الحبس ما خرجش، يا من عاش يبدا. قال لهم غدوه مش تبدا الحمله الانتخابيه وتدوم حتى ل 4 اكتوبر وكل مترشح عنده الحق باش يعبر على رايه ويقول برامجه ولا من ينوبه. هانو عياشي الهمام يقرا، العياشي سامحوني الزمال قراوا له حساب اللي ماشي ينوبه، مش هو ما ينجمش من الحبس كيفاش ماشي يشارك. يا والله حوال، يا والله حوال، المهزلة متواصلة والذر الرماد في العيون متواصل. أنا حبيت نذكر التوانسة بحاجة، أنا علاش ديما نقول كي نعملوا مظاهرة نمشيو بها للسجن المرنقية، مش لازم نمشي لدروج المسرح البلدي، شنو نعمل في دروج المسرح البلدي؟ نذكرهم بتاريخ فرنسا اللي احنا متأثرين بيه وقريناه واحنا صغار. اي وقت اللي يقولوا 14 جويلية 14 جويلية هذيك عيدنا الوطني فات ناسيونال، هذيك شنو العيد الوطني هذاك؟ لا بريز دو لا باستي. الباستي هي سجن القلعة، باستي كلمة في ساحة الباستي، توا كانت فما السجن الكبير اللي هات الدولة العميقة بتاع لويسيز حاطت فيها كل المعارضين وكل المخالفين وكل الأصوات الغاضبة، حتى في الحبس هذاك في الباستي الحبس. لا بريز دو لا باستي يعني الناس هجمت على الحبس هذاك وكسرته وجهروا السيودة وصبوع الكل خافوا وهربوا، ومن وقتها بدات تاريخ فرنسا يعتبروه بدا من بريز دو لا باستي، من اللي هجموا على السجن هذاك وكسروه. احنا كي نمشيو لسجن المرنادية بنفس الحزم بنفس الرؤية، تمشي الناس سيودة ويزهروا قدام الحبس، السيودة للداخل خاطر كلهم سيودة وطنيين وأبرياء ما عملوا حتى شيء، حطتهم في سجنه هو، في سجنه هو ولا وسجن ليلى جفال، ماهوش سجن المجموعة الوطنية تربط فيه المتهمين الحقيقيين. هذوك الضبوع يخاف والسيوده تسمع السيوده، السيوده كي تزهر من برا يسمعوهم السيوده للداخل، ونشوفوا شنو نجموا نعملوا وقتها باش نخرجوه من غادي من الجحيم اللي هما فيه، والتنكيل والتعذيب والقوايل اللي توصل لخمسين درجه والناس قاعده غادي بلاش دواء، حتى اللي عنده سكر ما يعطيوش انسولين حتى يموت على طريقة أخرى اللي متأثر بها هو ويعرفها، اللي قبل جربت فصحت حسب رأيه هو، وهو ما يدوم إلا الصحيح.
ما يدوم إلا الشعب اللي يغضب ويقول لا، ما يقولش نعم، والشعب اللي ما يركعش باش ما يحطوش فوقه بردع ويركبوا عليه، والشعب اللي راسه في السماء هكا كيف الشعب التونسي، راسه عالي كيف رايته، كيف العلم الأحمر هذاك نتاعو، راسه عالي وما يقبلش الإهانة، وما يقبلش أنه هو يعتبره مجموعة من الطيناطير ومجموعة من الغبار كما كان يقول بورقيبة، بوسيير دانديفيدو، لا، شعب، والشعب فيدو الشارع، وفيدو مصيره، وفيدو قراراته، وفيدو الانتخابات، يرشح من يريد وينتخب من يريد، هذا هو الشعب التونسي اللي يلزم يسمع صوته اليوم قبل الغدوة، وبارك الله فيكم.